لما يجي شامل فهم لي وينه عزت وخلص عليه فورا. يلا استعجلوا، الكل نام وما ضل غير ساعة على الباص لحتى يمشي. ورستم، كيف رح نطلع من الباب من دون ما يشوفنا؟ أنا نيمته، لا تحملي هم. يلا المدرسة، المعلمة، أمي، ألف، ميم، يا أمي. مثلاً با با مرتين، با با أمي. لا، ألف ميم يا، برجع بعيدة، ألف ما بدي، بعد اللي صار ما بدي يا يجي. أصلاً كل اللي عم يصير هلأ من تحت راسه، أمي زوجوها منه بعمر صغير كتير، ما تحملت الزل والضرب ولهيك اضطرت إنه تتركه وتهرب منه، على الأغلب لأني بذكرها فيه مو قدراني إنه تحبني. كل الوجع اللي أنا فيه سببه أبي. زهرة حبيبتي، يلا فيك قومي، يلا زهرة أمي. أمي أنت كيف قدرت تجي لهون؟ بحكي لك، يلا رح نهرب. تعي ليش ما عم بيرد؟ يلا شو ناطرين لسه؟ امشوا قبل ما حدا يفيق. وقف، لا تهرب، لوين رايح؟ اتركني، لك عملك اتركني، اتركني. لك انت مستغني عن روحك، عزت قال لك رايح من شان يجيب عيلتك. رستم، انت هيك بتناوب ولك؟ اه؟ اذا بينسرق البيت ما رح تحس. لا تواخذني يا اغا، خفيت فجأة وما حسيت على حالي. نلع غسل ايديك ووشك وتعال عندي وانت صحيان. امرك يا اغا. انا حاطك لا تنام ولا لا تحرس.
اللي هارون شامل اتصل يا آغا وخبرني عن مكان عزت آغا وين متخبي. وين طلع متخبي عزت؟ بالكوخ الصغير اللي نواحي منطقة أجري كوناك. وبهذا الكوخ الصغير رح يصير أبرو يا هارون. الليلة بدنا نخلص منه. اتصل بالشرطة واعطيهم العنوان. هذا ليش ما عم برد على التليفون؟ الكراجات لو سمحتوا بسرعة شوي. أمي ما رح ناخذ عمو عزت معنا؟ أمي ما فينا نتركه لحاله. زهرة حبيبتي ما عنا وقت، ما ضل غير ربع ساعة على موعد الباص. عمك عزت بيعرف كيف يخلص حاله، بس نحن إذا انكمشنا بعمرنا ما رح نقدر نهرب من القصر. أمي عمي عزت رح ينسجن، ما فينا نتخلى عنه. كيف رح نقدر نعيش لحالنا؟ أمي بترجاكي. أهلين وسهلين آغا، شو رأيك جيب لك لقمة تاكلها؟ ايه مناكل. عمي منصور، شو عم تعملي هون؟ عزت، عزت لازم تمشي من هون بسرعة. الشرطة جاية لهون، عدنان خبرن عن مكانك. زهرة ليش رجعتي على القصر؟ شو عرفك انه عدنان هو اللي خبرهم؟ عزت هلا مو وقت اسئلتك، انت لازم تهرب. عم قلك الشرطة جاي لعندك لهون.